من منطلق التعليم والتدريب، أنهت الغرفة الفتية في حلب مشروعها التقني والتكنولوجي ستارت أب سكول بمشاركة 20 يافعا من عمر 12 حتى 16 عاما، حيث تمكنوا من إنشاء 8 شركات ناشئة تقدم خدمات التطبيقات وغيرها من الحلول الرقمية، والتي تخدم كل مجالات الحياة في المجتمع السوري. هو مهم المشروع لانه عم يستهدف فئه هي غير الفئات اللي نحن بنشتغل معها عاده، يعني عمر هن صغار ويافعين ولكن عندهم امل كثير كبير وطموح كثير كبير يقدروا يعملوه، فهي بيعمل المشروع فعلا هو نتيجه مميزه، بتمنى يكون مستدام. بالنسبه لنا نحن عم نخلق نموذج او تجربه، بتمنى نجاح التجربه يتم تعميمه. مشروع بركز انه يستثمر هالابداع والطاقه الموجوده عندهم بالتكنولوجيا للحول لمشروع ريادي ومشروع ناشئ يكون عم يساعد الاقتصاد بالبلد، ويكونوا هن من خلاله عم طوروا مشاريع بتحل مشاكل مجتمعيه هنا عم يعيشوها. بنكون عم دربهم باستخدام ادوات برمجيه جديده وفريده من نوعها. نحن خلصنا الفيز الاولى من المشروع، نحن اليوم بالحفل الختامي لحتى يكونوا عم بيقدموا مشاريعهم، ونتمنى لهم التوفيق. المهارات الجديده هي البرمجه ومهارات الحياه بالبزنس او كذا، هي شغله صارت مهمه للعمر الصغير. يعني نحن مثلا انا على عمري ما كان حدا عطاني هالافكار، ما حدا علمني على موضوع البرمجة، ما حدا علمني على موضوع ريادة الأعمال بعمر صغير، فأنا برأيي أنه هذا شيء كتير حلو وشيء كتير مهم لهذا الجيل الجديد. وتمكن المشروع من خلال 3 أشهر من تدريب اليافعين على بدء أعمال تجارية وإنشاء وتصميم المنتجات الرقمية وحل مشكلاتها وإيجاد الحلول لها، كأنها مقدمة من شركات لها باع طويل في هذا المجال. احنا حابين انه هذا المشروع يتاخد ويشتغل عليه لانه هو عم بيحل مشكله يعني مشكله ما اي شيء عادي، يعني هذه الحيوانات هن نحن لازم انه نعطف عليهم ننتبه عليهم. هون الناس ما كثير عندهم وعي بهالموضوع، يعني الاهالي ما عم بيوعوا اولادهم بشكل صحيح لانه ينتبهوا على هالموضوع. كان كثير ممتع الشيء اللي عم نقدمه، والاساتذه طبعا متشكرين كثير لانه كان كثير شيء ممتع وحلو. تعلمنا كثير شغلات مثل البرمجه والتسويق و شغلات البزنس، كانت تجربة كتير حلوة، تعرفنا شلون ندير مشروع وتعرفنا مع آلية البرمجة وكانت كتير مفيدة للمستقبل. التعليم لا يتوقف على عمر معين، لكنه مهم للفئات العمرية اليافعة والتي يمكن لها أن تبني مستقبلا يواكب تطورات العصر في مجال العلوم والمعلوماتية. هي الفئة الأهم ليس كما تنظر إليها الغرفة الفتية الدولية في حلب، بل أيضا المجتمع السوري، لأنها تعتبر أساس المستقبل. أنس رمضان، الإخبارية السورية.